منذ أن أخرجت للعنان تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك حول قرق المجلس الانتقالي في الفساد، أثارت جدلاً واسعاً على كافة المستويات في ظل سياق التطورات الإقليمية الراهنة والتي تعكس أهمية التوجهات الانتقالية الجنوبي نحو إعادة تقييم استراتيجياته وتعزيز دوره في المشهد السياسي. التقرير التالي يستعرض قراءة في تصريحات اللواء بن بريك وفق وجهة نظر مراقبون للمشهد الجنوبي. حين تتسع الاتهامات الموجهة للانتقال الجنوبي خاصة القادمة من داخله ومن صفه القيادي الأول، هنا يجب على المجلس الانتقالي التفتيش عن مصداقية الاتهامات وإشعال الضوء الأخضر لتشكيل لجان بحث وتقص لتفتح أكثر من سؤال حول الأداء السياسي والثراء غير المشروع بين صفوفه، والذي غاب معها الإنجاز المؤسسي على أرض الواقع ليظل سجل نجاح والإخفاق للمجلس الانتقالي يحتاج إلى تقييم ومعالجة كل ما هو خطأ. تصريحات اللواء بن بريك في حواره مع وكالة سبوتنيك وفي سياق التطورات السياسية الراهنة فتحت مجالا للتساؤل حول توجهات المجلس الانتقالي لإعادة تقييم استراتيجياته وتعزيز دوره في المشهد السياسي لتحقيق أهداف شعب الجنوب، بعد أن وجهت اتهامات بن بريك إلى داخل المجلس بغرقه في فساد الشرعية. ليبقى الشارع الجنوبي يبحث عن جواب عن أخطر الأسئلة وأكثرها مفصلية: إلى أين مضت شراكة الانتقال مع الشرعية في الحكم؟ وهل دفعته خطوة إلى الأمام حيث الإقرار الإقليمي الدولي بالمجلس كطرف وازن في الحكم وفي التفاوض أم دون ذلك؟ دلالات عديدة تعكس الواقع السياسي والاقتصادي المتأزم في الجنوب حملتها تصريحات بن بريك في حواره مع سبوتنيك، والصمت عن تململ المستوى القيادي الذي ينصب محاكمة للانتقالي ويتهمه بالعجز عن حل مشاكل الناس وتماهي مع ماكينات الفساد التي كشفت عنها تصريحات بن بريك، فإن هذا الصمت لا يعني أن كل شيء على ما يرام وأن الانتقالي نجح في مناهضة السياسات غير الشعبية للحكومة ومن داخل الحكومة. بطولات القوات المسلحة الجنوبية لم يقابلها نجاح مماثل وأداء فاعل للجناح السياسي يرقى مع تطلعات وأمال المواطنين في الجنوب الذين انتظروا الكثير من الانتقال الجنوبي، الذي ولو ربما استطاع إخفاء حقيقة التجاذبات بين صفوفه القيادية لكن لم يستطع أن يصدر صورة نموذجية يلمس الناس نقيضها في الخبز والكهرباء ونهب الأراضي وعفة اليد ورداءة الخدمات. وفي المحصلة يبقى الوهج النضال الجنوبي النقي حق على الانتقال الحفاظ عليه والنأي عن أخذ أسوأ ما في الانتقال من نقاوة الثورة إلى فساد الانخراط في الحكم وتجاهل تساؤلات الشارع الجنوبي حول مسار قضيتهم في ظل شراكة القائمة مع الشرعية اليمنية تحت مبرر أن الوقت لم يحن. فمن دون الانفتاح على تحفظات وتقييم القيادة يبقى العدو داخل المجلس الانتقالي لا خارجه، حيث لا مجال لتنفيذ الاحتقان بالتأجيل بل بالمكاشفة، خاصة بعد أن أصبح الانتقالي محاصرا سياسيا من القوى اليمنية العدو الأزلي ذاته.